قال الرضا يا ابن شبيه ابكي على جد الغريب فوق الثرى تهوى بقى غيري أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشا ابن الكبش جد الذباح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل من ناصر لمصيبته كل شي بكى وضحايا. السلام عليك سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام على سيدة النساء فاطمة، السلام على إمامنا الحسن، السلام على صحاب هذه الليلة، هذه الليلة التي اتشحت بالسواد في ليلة الأول من شهر محرم الحرام. العالم بأسره عاش ليلة أمس الحزن والبكاء والمصيبة الكبيرة عندما تم تبديل رايات قبة الإمام الحسين عليه السلام وقبة مولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه من الحمراء إلى السوداء. العالم بأسره كله قد اتشح سوادا إذا ما ذهبنا إلى مكان من الأماكن، لا سيما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نجد السواد متشحا في رحاب صحنه المبارك العظيم، في كل المراقد المقدسة، في كل الجوامع والحسينيات، في كل الكرة الأرضية التي تقر للحسين بالإمامة. العالم بأسره ما إن جاءت تلك الدقائق بعد مغرب يوم أمس، حتى العالم بأسره نادى لبيك 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 يا حسين. أنا وأنت في هذه اللحظات ننادي لبيك 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 يا حسين. بدأ العزاء، العالم بأسره قد تجهز إلى موسم العزاء، موسم البكاء، موسم النواح، موسم إقامة شعائر الله تبارك وتعالى. أنت وأنت ألم تتهيأوا للبس السواد؟ ألم تتهيأوا أيها الكرام في كل مكان بأن تنشروا السواد في بيوتاتكم؟ ألم تتهيأوا أن ترفعوا ذلك العلم فوق بيوتاتكم؟ ألم تتهيأوا في مواكب العزاء من قبل 10 أيام؟ المؤمنون والمؤمنات تهيأوا لإقامة العزاء، كأني بهذه اللحظات تنظرون إلى رحاب كربلاء المقدسة، تنظرون إلى حبيبنا سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أجل، ننظر إلى ذلك اللون الأحمر، لون الدم، ذلك الدم الذي انتصر على السيف في يوم عاشوراء. ترون تلك الأعلام السوداء؟ ما هي إلا علامة ذلك الحزن بأن صاحب هذا المرقد قتل شهيدا. والعالم بأسره ماذا أيها الكرام؟ العالم بأسره اتشح سوادا، اللون الأسود هو عنوان الحزن. كم واحد من عندنا عاش ليلة أمس ويعيش هذا اليوم الحزن والبكاء على سيد الشهداء؟ نحن نتيمن تيمنا بأئمتنا عليهم السلام. كم من أئمتنا وردت في الأحاديث المباركة إذا جاء شهر محرم لم يرى ضاحكا، كان تغمره الكآبة.
الآن العالم بأسره عندما يذكر الحسين تدرف عيون الدموع حزنا على أبا عبد الله، مباشرة تكون هناك كآبة، جو الإمام الحسين، جو الشهادة، جو تلك المأساة الكبيرة التي حدثت على سيد الشهداء، وحدثت على أهل بيته، وحدثت على أخته جبل الصبر. فده وقع عظيم إخواني، الوقع كان من أول لحظة ولد بها الإمام الحسين. أنا وأنت وأنت نعرف هذه القضية. ولد الحسين للزهراء، جاء جبرائيل الأمين روحي له الفداء، بشر النبي بولده، بارك للنبي بولده، أعطى ذلك الاسم، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو قديم الإحسان. اشتق منه اسم حسين، وما أجمله من اسم. بالله عليك إذا ما جاء تذكر محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتذكر علي وتذكر فاطمة وتذكر حسن، إلى أن تأتي أن تذكر الحسين تبكي. عندما تدخل إلى ضريح سيد الشهداء إخواني أعزائي في كل مكان، وتريد أن تستأذن إلى قبر الحبيب روحي فداء، بالله عليك تسلم السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن الصديقة الطاهرة البتول فاطمة سيدة نساء العالمين. هنا تقول عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم، الموالي لوليكم والمعادي لعدوكم، قصد حرمك واستجار بمشهدك وتقرب إليك بقصدك. هنا تستأذن مع زوار الحسين، أدخل يا الله، أدخل يا رسول الله، أدخل يا أمير المؤمنين، أدخل يا سيد الوصيين، أدخل يا فاطمة الزهراء، أدخل يا أبا عبد الله. قلبك يحن وما يحن، الله عليك، أدخل يا أبا عبد الله، أدخل يا ابن رسول الله. هنا من بوادر قبول ومأذونية الدخول، إذا دمعت عيناك خشع قلبك، عنوان مأذونية الدخول إلى سيد الشهداء. هسا احنا شهر المحرم، شهر الحزن والأسى على فقد الحبيب الحسين وآل بيته. في كل عام العالم بأسره يحييه بألم بألم بألم. رفعنا الرايات على تلك القبب، الرايات السوداء، أليس كذلك أخواني؟ رفعناها، هي راية لله لما رفرفت بدأ العزاء يجدد الذكرى. عنوان هذا الشهر شهر العزاء، ونحن في برنامج حي على العزاء ندخل إلى العزاء سوية في أولى حلقات هذا البرنامج، ونكون سوية معكم في عزاء وعزاء وعزاء إلى ليلة الوحش، إلى ليلة الحادي عشر من المحرم إذا الله أعطانا الحياة. كلنا إن شاء الله نسجل في سجل صاحب العزاء. من هو صاحب العزاء إخواني أعزائي؟ صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. سيدي أين أنت الآن؟ في أي مكان تقيم العزاء على جدك الحسين نور عيني؟ أأنت في كربلاء نور عيني؟ كم نتمنى أن نكون في عزائك الذي أنت موجود فيه، نكون نحن كلنا حاضرون فيه. أمنية كل واحد منا أن يكون حاضرا في مجلسك، اعتقاد كبير بأن مجالس الحسين في كل أصقاع العالم. هذه الليلة في ليلة الأول من شهر محرم الحرام أنت تحضر كل هذه المجالس، كما أن أمك الزهراء تحضر لكل هذه المجالس، وهي قد عاهدت من يحضر مجالس الحسين هي تكون حاضرة. أنا هواي أحب هذا البيت، أنت تحب أيها المواسي، أيها المحب، أيها الحسيني، أيها المعزي لصاحب الزمان في هذا اليوم، تقول أنا الوالدة والقلب لهفان أدور عز ابني وين ما كان. تروح في كل مكان السيدة الزهراء سلام الله عليها. نتمنى أن نكون في ذلك المجلس الذي يجلس فيه صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نحن نعلم، علماؤنا يقولون في رواية من الروايات، أحد العلماء الكبار في زمن من الأزمان وجدوه في يوم العاشر من المحرم في ركضة طويرج بالتحديد، هذا العزاء الكبير المليوني الذي كان فيه عدد كبير، الآن الأعداد بالملايين تشارك في عزاء ركضة طويرج. سنأتي إن شاء الله، يعطينا رب العزة العافية، يعطينا دوام التوفيق، يعطينا إن شاء الله تبارك وتعالى الحياة لنكون في يوم العاشر كلنا يعتقد أن صاحب الزمان هو صاحب الراية التي هي تبدأ بذلك العزاء في يوم عاشوراء. وجدوا ذلك العالم الكبير قد خلع إمامته، حباءته، بقي في ملابسه، في ثوبه هكذا، ويلطم على رأسه ويلطم على صدره سيدنا شيخنا سأنا، ما أعرف تلك الدرجة العلمية الكبيرة التي كان فيه. أنت يعني مرجع الطائفة، أنت آية الله، أنت واصل من الدرجة العلمية، أتفعل هكذا؟ قال: إذا أنا أشوف صاحب الزمان يلطم على وجهه ورأسه، كيف لا ألطم الحسين؟ كم واحد من عندنا إخواني أعزائي أيها الكرام في كل مكان ليلة أمس لطم على وجهه، لطم على رأسه عندما رفعت تلك الراية إذانا ببدء العزاء على فقد سيد الشهداء. كم واحد من عندنا؟ الصرخات تعالت في كل أصقاع العالم، أنا متأكد. هي راية لله لما رفرفت بدأ العزاء ويجدد الذكرى، هي للحسين وجده والمرتضى ولأمه المظلومة الزهرة، نرنو لها ولقائم بالأمر يأتي في غد كي يدرك الثأرة. سيأتي ذلك اليوم ونكون كلنا ناصرون حقيقيون خدام أوفياء لصاحب الزمان، وننصره ونأخذ بثأره روحي له الفداء ممن ظلمه وظلم آل بيت محمد. عهد علينا أن نكون معك سيدي يا صاحب الزمان، ائذن لنا يا نور عيني بإقامة العزاء على جدك، وأنتم توصونا بإقامة العزاء. إمامنا الصادق ماذا يقول إذا هل هلال المحرم؟ كم واحد من عندنا اليوم باوع إلى السماء ورأى ذلك الهلال؟ رأيناه وتجدد الحزن في قلوبنا جميعا، رأيناه كلنا. إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين عليه السلام، الله، بما مضمون الرواية: فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر. نبدأ معا على بركة الله عزاءنا على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، طالبين التوفيق والتسديد بأن نكون خداما أوفياء. قلناها سيدي ونقولها سيدي وسنقولها دائما بغير نظرتكم وتزديدكم، تزيد الله قبل كل شيء، لكن نظرتكم أنتم أئمتنا اللي أنتم وسيلتنا إلى الله، خذوا بأيدينا حتى نكون خداما حقيقيين لآل بيت رسول الله، لكم يا صاحب الزمان. نكون مناصرين في إقامة العزاء لك، نكون مواسين، مواساتنا إليك يا صاحب الزمان. نحضر المجالس إن شاء الله، عهد علينا، نقيم ما يرضي ربنا، نبكي على الحسين، نحضر مجالس الحسين. وذكرت البكاء، دعوني أقف وقفة، هناك من يذكر هذه الشبهة: لماذا تبكون على الحسين؟ ليش تبكون على الحسين؟ الحسين مات وراح. الحسين هسه في منطق آخر يقولون الحسين في الجنة، لازم تفرحون أنه في الجنة، ليش تبكون هالسنوات الطويلة؟ يطرح هذه الشبهة ويشكك. لا، إذا ما أردت إجابة خذ الإجابة من صاحب الزمان أيها الإنسان،
خذ الإجابة منه وهو القائل لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين هنا ولأبكين عليك بدل الدموع دما. اسأل صاحب الزمان ليش تبكي على الحسين، تجي تحكي ويانا تقول ليش تبكون على الحسين هذه السنوات الطويلة، سنبقى نبكي على مصيبته ما بقينا. تلك الرواية الجميلة عن النبي صلى الله عليه وآله، كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة. أبشر أيها المؤمن، يا من استقبلت شهر الحزن على فقد الحسين بالبكاء والنحيب عليه، أبشر يوم القيامة لك بشارة إن شاء الله ضاحكة مستبشرة. إمامنا الذي حضر واقعة الطف الأليمة، إمامنا السجاد، إذا ما أردنا أن نطرح سؤالا، كم إمام معصوم حضر في واقعة الطف؟ ثلاثة أئمة، أولهم حبيبنا سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والإمام السجاد، والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا السجاد بعد شهادة أبيه الحسين ما عرض عليه، إمامته 35 سنة، ما عرض خلال هذه السنوات عليه طعام إلا ومزجه بدموع عينيه. لشكك بهذا الموضوع وتجعل تلك شبهات، لماذا تبكون على الحسين؟ انظر إمامك السجاد يجيبك، ما عرض عليه ما إلا وبكى ومزجه بدموع عينيه. أئمتنا كلهم ما أن يأتي شهر محرم تصيبهم الكآبة، يبقون يبكون على مصاب الحسين. ذلك الإمام الرضا، كلنا نحفظ تلك الكلمات، يا ابن شبيب إن كنت باكي لشيء فابكي الحسين، إذا تريد تبكي على شيء ابكي للحسين. الحسين قتل عطشانا، الحسين قتل مذبوحا، ليس في الحديث لكن كان كصورة عامة، الحسين قتل عطشانا وحسيناه وغريباه ومظلوماه وعطشاناه. آه 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 يا حسين، بدأ العزاء عليك سيدي نور عيني يا أبا عبد الله الحسين. آه يا أبا عبد الله، أي مصيبة هذه، جيت ذنوبي حاملها ورايا. الله، نحن مقصرون ونريد المأذونية يا صاحب الزمان في ليلة العزاء، في ليلة الأول من شهر محرم الحرام، نريد أن تأذن لنا بإقامة العزاء على جدك الحسين. مذنبون مقصرون، لكن نحن توقون إلى تلك الشعائر، توقون إلى ذكر جدك الحسين، توقون إلى حضور مجالس جدك، كل شيء يذكر بجدك الحسين نحن توقون إلى. سيدي خذ بأيدينا، خذ بأيدينا وسددنا ووفقنا بعين الله ببركة دعواتك لله سبحانه وتعالى. نحن على اعتقاد كاب بأن رب العزة لا حول ولا قوة إلا بالله، رب العزة تبارك وتعالى ينظر إلينا بأنه يحب الحسين ويحب من يحب الحسين، ينظر إلينا نظرة رحيمة. إن شاء الله يا ربي دوام التوفيق، دوام التسديد لكل المؤمنين والمؤمنات في كل بقاع العالم. شاركتم في عزائي الأول، في العزاء الأول بتبديل الراية من الحمراء إلى السوداء. الرايتان أيها الكرام تحدثان عن الطفوف وما جرى فيها من الأهوال، فالراية الحمراء بعض دمائهم سالت ليبقى الدين دوما غالي، والراية السوداء تروي محنة الإنسان والتاريخ والأجيال، والراية السوداء تروي محنة الإنسان والتاريخ للأجيال. كلتاهما تعني الحسين مخلد، كلتاهما تعني أن الحسين مخلد، وأن أبا الفضائل كعبة الآمال.
ختامها مسك. قبل أن نأخذ هذا الفاصل ونجعل ذنوبنا بين أيدينا متوسلين إلى الله بأن يغفر ذنوبنا، وإذا ما غفرت ذنوبنا ندخل إلى شهر الأحزان ونقيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. زاد الله في توفيقاتكم جميعا. سنقيم العزاء عاما بعد عام، سنقيم العزاء في محرم وصفر، ونذكر الحسين ونندب الحسين كما يندبه صاحب العصر والزمان، ونجعل ذنوبنا بين أيدينا. نذكر هذه الأبيات ونأخذ الفاصل. أيها الكرام الأحبة، إجيت الذنوب حاملها ورايا، إجيت الذنوب حاملها ورايا، قرار شلون باخرتي ورأية ورايا، أشيل خدمة بيرغ ورايا، الله 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 الله، أشيل خدمة بيرغ ورايا، لجل يوم الحشر ينظر إلي، ينظر أبو علي. الله يتقبل أعمالكم، الله يزيد توفيقاتكم، الله يرزقكم تمام التوفيق والتزديد في إقامة العزاء على سيد الشهداء في أيامنا ونحن في الليلة الأولى. التوفيق للجميع. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين في ليلة الحزن والأسى في رحاب شهر محرم الحرام. ونحن نعيش الليلة الأولى لشهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة. نعظم الأجر لمحمد وآله الطاهرين، ونعظم الأجر والثواب لصاحب العزاء مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ونعظم الأجر لكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان،
مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، متابعي هذا البرنامج الذي نكون معكم فيه في مجلس عزاء. عنوان البرنامج لهذه المواسم هو نفسه حي على العزاء، يعني يلا أخواني أعزائي بدا العزاء على سيد الشهداء اللي تحبوه هواي، اللي تتألمون عليه هواي، اللي تستذكرون قضيته وتستذكرون ثورته العظيمة وتستذكرون تلك المأساة وتلك المصيبة التي كانت البداية بما ذكره مولانا رسول الله عن نقلا عن الأمين جبرائيل عليه السلام، بشره بولادته وعزاه بشهادته تقتله الفئة الباغية. ما إن عرف سيدة النساء سلام الله عليها بهذا الأمر حتى حزنت حزنا كبيرا كثيرا. حزنت حزنا كبيرا. سيدتي نور عيني، الحزن معك سيدتي يا فاطمة، أنت أقمت العزاء على ولدك الحسين، أبوك رسول الله، بعلك أمير المؤمنين، أنت أول من أقام العزاء على مصيبة سيد الشهداء بتلك الدمعات، على بتلك اللحظات في يوم لا تعرفتي أنه تقتله الفئة الباغية من الظالمين. ألا لعنة الله على قوم ظلموا الحسين وآل الحسين. سيدتي يا نور عيني، يا زهراء، يا من تحضرين مجالس ولدك الحسين، ترى العالم، أنت دعاتيهم، أنت دعاتين إلى إقامة العزاء على ولدك الحسين، وإحنا لبينا رسول الله أمير المؤمنين الحسن زينب، وما أدراكم ما زينب، دعتنا إلى إقامة العزاء على أخيها الحسين. أبو فاضل روحي له الفداء أيضا دعانا لإقامة العزاء على أخيه الحسين. الشهداء السعداء أعطوا دعوة لنا لإقامة العزاء على سيد الشهداء. هم كلهم كانوا يعرفون، حتى الطفل الرضيع، كأني بتلك الصرخات في يوم العاشر، هل كانت للعطش؟ نعم، واقعا قد يكون للعطش، لكن روحيا كأنما كان يبكي بتلك اللحظات بأن أبوه الحسين سيقتل في نهاية المطاف. وقد أرخص روحه، روحي له الفداء. مصاب ما أعظمه. سيدتي، نحن في هذا العزاء، في هذا البرنامج، أتينا وأتى العالم معنا. سيدتي، جئنا حتى نواسيك. سيدتي، سيدتي، العالم كلنا نشر السواد في كل مكان، العالم كله في كل مكان جلس مجلس العزاء نادي بني الحسين وآل الحسين. أتينا مجلس الأحزان نواسي فاطمة الزهراء. إذا ما سئل فلان فلان من الناس ليش تحضرون مجالس الحسين، ليش هاي أول ليلة؟ أخو أكو مكان، أكو مجال في الوقت، ليش من أول ليلة أنتوا تجون؟ الجواب من قلوب متفجعة، من قلوب متفجعة. أتينا مجلس الأحزان نواسي فاطمة الزهراء، وصاحب العزاء جالس بجوار أمه الزهراء، إمامنا صاحب الزمان. سيدي اللي نواسيك ونبكي البكيك يا سيدي، نبكي لبكائك، والله الكلمات تنزل ما أدري شلون أسوليف. حالنا صعب كبير، ما إن نرى
هذا المنظر الآن. هسه احنا حاطين هنا راية سودة ولا راية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قلبنا أيضا في قلبنا هناك راية مرفوعة إلى سيد الشهداء. رحم الله من نادى وحسيناه وغريباه ومظلوماه وعطشاناه. سيدي 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 عظم الله أجرك، فدوى الروح لك يا صاحب الزمان. في مجالسكم نحضر، في مجالسكم نخدم، في مجالسكم نلطم، في مجالسكم نبكي. كربلاء من هذه الليلة، يمكن أطراف كربلاء قد يبدأون من هذه الليلة بإقامة العزاء، يدخلون إلى حرم الحسين، يزورون الحسين، يسلمون على الحسين، يعزون الحسين، كما أن زوار الإمام ليلة أمس هم ما شاء الله كربلاء ازدحمت في بكل أماكنها بتلك الأنفس الجميلة الرائعة التي تحب الحسين، التي جاءت متلهفة لإقامة العزاء على سيد الشهداء الحسين، جاءوا حتى يسجلوا أسماءهم عند صاحب الزمان. أتينا مجلس الأحزان نواسي فاطمة الزهراء. هلال، ما إن رأينا الهلال ما إن جاءت هذه الكلمات في قلوبنا ونطقناها بلسان من كتبها. هلال ملؤه الدمعات بدا في الأفق خجلانا، عليه راية خطت بنسف فاض أحزانا. وحسينا نظرنا إذ بنا نقرأ حسين مات عطشانا. وحسيناه وحسيناه وغريباه وعطشانا. نظرنا إذ بنا نقرأ حسين مات عطشانا، ومنه الصدر بالطف غدا للخيل ميدان. ألا لعنة الله على قوم ظلموك حسين. ألسنا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ سيدي إني سلم لمن سالمكم، وحرم لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. ألا لعنة الله على من عاداك يا سيد الشهداء؟ ألا لعنة الله على أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك حسين؟ ألا لعنة الله على أمة سمعت بذلك فرضيت به في الدرك الأسفل من الجحيم بحق محمد وآل محمد؟ فعلتم ما فعلتم بابنتي، بابن بنت رسول الله. وقد وقف الحسين وعرفكم أن هو. ليش تقاتلوني؟ ألم يقل الحسين هذا الكلام؟ لماذا تقاتلون؟ ألم ترسلوا لي الرسائل أن أقدم يا ابن رسول الله؟ أنا قدمت، ألم تغدرون بي؟ ألا لعنة الله عليكم. لم تقتلوني فقط أنا، قتلتم أخي أبا الفضل حامل اللواء. لم تقتلوني فقط، قتلتم ولدي شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، حبيبي علي الأكبر. لم تقتلوني فقط، قتلتم رضيعي. الطفل الصغير لم يسلم منكم، ألا لعنة الله عليكم. لم تقتلوني فقط، قتلتم ابن أخي القاسم، قتلتم أصحابي الأوفياء، قتلتم حبيب ابن مظاهر، قتلتموه، هذا حبيبي حبيب، قتلتم قبله الحر الرياحي الذي جاء تائبا. قتلتم برير، قتلتم عابس، قتلتم نافع، قتلتم وهب، قتلتمهم هم في الجنان. قتلتم قبل ذلك سفير النهضة الحسينية اللي إجاكم بسلام، اللي إجاكم بتلك
بتلك الرسائل التي بعثتموها إلى الحسين جاءكم بأمان وعافية تغدرون به. هنيئا لتلك المرأة التي خلدت بطاعتها لله وبعملها في خدمة الحسين وآل بيت الحسين. قتلتم الحسين، ألا لعنة الله عليكم. سبيتم زينب، آه يا زينب. سبيتم زينب، حرائر رسول الله سبيتمه، ألا لعنة الله عليكم. سيدي يا نور عيني يا أبا عبد الله، اطمئنان كامل إن شاء الله. برنامجنا هذا منظور منك، منظور من أمك الزهراء بجاه الزهراء، منظور من أبيك أمير المؤمنين، منظور من رسول الله، منظور من أمنا خديجة الكبرى، منظور من قبل إمامنا الحسن الذي لا قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، أبد أبد مثل يومك يا حسين ماكو. منظور من ولدك علي الأكبر باب الحواج عبد الله الرضيع. هذه الأسماء، هذه الشخصيات ذكرها يروي القلب وفي نفس الوقت يحزن القلب ويدمي القلب. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. دعونا نأخذ هذه الكلمات، وإن شاء الله إن أحببتم أيها الكرام الأفاضل أن نفتح المشاركات والاتصالات معنا في عزائنا في هذه الليلة، هي ليلة استقبال لشهر محرم. لدينا وقفات إن شاء الله في أيامنا القادمة لنكون بخدمتكم بإذنه تبارك وتعالى. هواتفنا هي موجودة من قبل الفاصل إن شاء الله أسفل الشاشة للمشاركة معنا. وجميل جدا إذا أحب المؤمن أو المؤمنة المعزي أو المعزية المشاركين في عزائنا لسيد الشهداء، هيا بعثوا بمشاركة حسينية فيها كلمات الحزن والأسى لتلك القلوب بتلك الكلمات الوجدانية التي تريد أن تبعثها للحسين، نوفق أن نقراها بإذنه تبارك وتعالى ونكون بخدمتكم بإذنه تعالى. هناك رقم خاص للواتساب إخواني، وبالتالي رقم الواتساب الاتصال عليه الآن لا نستطيع، هناك أرقام أخرى إن أحببتم اتصلوا عليها لنكون بخدمتكم بإذنه تبارك وتعالى. ماذا أقول؟ أجركم الله وأحسن عزاءكم. نظرنا إذ بنا نقرأ حسين مات عطشانا، ومنه الصدر بالطف غدا للخيل ميدانا، بمن ردت له الأضلاع نواسي فاطمة الزهرة. إن شاء الله منظورين، إن شاء الله مقبولين، إن شاء الله مسددين، إن شاء الله موفقين. نطلب إن شاء الله من رب العزة ما أن ندخل هذه الليلة ويومنا القادم بإذنه تعالى، نطلب من الله التوفيق والتسديد، وبتلك النيات الخالصة، بتلك النفوس سرائر الصالحة، ندخل إلى مجلس سيد الشهداء وإلى عزاء سيد الشهداء في كل مكان من هذا العالم، ونقيم العزاء ونذكر الحسين وننشر قضية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، ونلعن قاتلي الحسين وآل بيت الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقول إخواني أعزائي؟ يعني خليني أكون بخدمتكم وأخذ اتصال من اتصالات مشاهدينا وأحبائنا الكرام في كل مكان. خلنا نأخذ أول مشاركة بعزائنا في برنامج حي على العزاء، بأول مشاركة معزية لصاحب الزمان فاطمة من بغداد. فاطمة عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم مع ليلة العزاء والفقد العظيم لسيد الشهداء. نعم فاطمة. السلام
الله لنا. عظم الله أجوركم. يا ريت أسمع الصوت عندي هنا، صوت مو واضح. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. وحسينا. صلى الله على علي بن الحسين. صلى الله على أولاد الحسين. صلى الله على أصحاب الحسين. صلى الله على أبي الفضل العباس. صلى الله على العقيل زينب. صلى الله على الباكين على الحسين. السلام عليك يا رسول الله. يا رسول الله قتل صدقك وفتاك، والسبيح حرمك وحماك، ووقع بعترتك المحظور. السلام عليك يا رسول الله. عظم الله لك الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين. أجركم الله. الفرح يا ناس على العترة محرم. محرم. والحسين من العذب ماية محرم. محرم. حين الزين هلاله محرم. هو يعني تم كذا سكنة ورقية. سيدنا نسألكم الدعاء والزيارة، والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. مأجورة فاطمة، مأجورة إن شاء الله، وإن شاء الله كل المؤمنين والمؤمنات هم تهيئوا لإقامة العزاء إن شاء الله مقبولين بإذنه تعالى. خلنا نأخذ ياسر من ذي قار. أم ياسر سامحونا كثيرا. حي الله أم ياسر، أجركم الله أحسن عزاءكم يا أيها الحسينيون، أيها المعزون، أيها المحبون لحل الحسين وآل بيت الحسين. حياك الله. عظم الله لنا من أجر. أجركم الله أحسن عزاء. لا أطول الزمان في هذا المصاب الجلل. ونادي قادتنا وسادتنا وأمنتنا ومقتدانا، واللهم اجعل عزاءنا دائما أبدا وسرمدا. ونقول اللهم لا أول ظالم ظلم محمد وآل محمد. اللهم آمين. إلى يوم القيامة نرجو منكم أن نقدم. مأجورة أم ياسر، دمعة مرحومة، الدمعات هذه عند فاطمة الزهراء مذخورة. ابكوا الحسين، ابكوا الحسين، ابكوا على الحسين، أحيوا عزاء الحسين. أنا جبت الأغاني بس فهمتوا يا عزائي الروحان. يسعد الله أني أعزل استدام المصاب الجمل وأعز مولاة فاطمة الزهراء. مأجورة أم ياسر. لها عذرا من كلا ما أقول إلا بكي. مأجورة أم ياسر. ولكن نفسي في قلبي. يسعد الله نحن استدام في قلبي. والنار تعطر في قلبي شوقا إلى الحسين. خشب أن أنا أكون في هذا المكان الطاهر. وأنا أسألكم الدعاء. مأجورة أم ياسر. الله يعطي الفرج إمامنا حق الحسين الزين. وبلغ سلامي يا مولاي. رحمك الله فوالديك. يسمعكم الحسين، يراكم الحسين إن شاء الله بنظرته الطيبة. كل شيعة أهل البيت المعزين لصاحب الزمان المقيمين لعزاء الحسين هم منظورون إن شاء الله، منظورون بنظرة صاحب الزمان. اللهم قتلك الحسين. اللهم قتلك الحسين. ونسألكم الدعاء إن شاء الله. مأجورة أم ياسر، أحسنتم وأجدتم وفي سجل فاطمة، واللي يكون بسجل فاطمة ترى أموره بخير بخير بخير. آمين يا رب. أنا ولكم إن شاء الله. شكرا أم ياسر، شكرا كثيرا. هذه الحرارة متقدة إخواني، ليلة بعد ليلة تزداد هذه الحرارة. إن لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، وأنتم المؤمنون إخواني. إن لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبد أبد. كم واحد من عندنا يذكر الحسين ويرجع الحسين؟ ما نقدر، ما نقدر. حان يكون غير حال. ناخذ مصطفى من النجف. مصطفى مأجور، عظم الله اجرك واحسن عزائك. نور عين. السلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله. عظم الله أجوركم، أحسن عزاكم. عظم الله أجوركم. أهلا مصطفى، مأجورين وأنتم بجوار مولانا اللي نعظم له الأجر بولد الحسين، مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. عظم الله أجوركم. شكرا لك يا سيد المولى عبد الله. شكرا لك ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعاء والزيارة على عين العالم أبو سيف. عفوا مصطفى مرة ثانية، أسألك الدعاء والزيارة لعائلة أبو سيف. أبو سيف إيه؟ إن شاء الله هم مشتركون بعزائنا على سيد الشهداء، ما بقينا ما وفقنا دائما إلى خدمة الحسين. أنت مصطفى وعائلة أبو سيف وكل مشاهدين ومتابعين وكل العالم الإسلامي هم مشتركون في الأجر والثواب، وعزاؤنا دائم حتى قيام القائم، أليس كذلك يا مصطفى؟ نعم. مأجور يا نور عيني، أتريد أن تسلم وتعزي مولانا الحسين لتدخل العزاء ويانا مجلس العزاء على سيد الشهداء؟ يا الله ثواني. عظم الله أجرك سيد مولاي، عظم الله أجركم، عظم الله أجر صاحبي عطوة الزمان. السلام عليكم سيد مولاي. السلام عليكم يا إمام العباس. عندي طلب منك. يلا يلا مصطفى بخدمتك إن شاء الله. أنا عندي قصيدة وحاب أوصلها من خلالك لحد الرواد إذا تعرف لك راديو وشي. مصطفى مصطفى أنا لدي زميل المخرج يشير إلى دقيقتين إلى نهاية الحلقة، إذا تنطينيها بنصف دقيقة شارك ويانا زاد الله توفيقه ومرحبا بك، تفضل. لا أنا مو أقرأها، أنا عن طريقك أكيد تعرف لك راديو، إذا وصلها من خلالك. لا أنا ما أعرف راديو أو شيء، أجلس أخابرك. إذا كان يعجبك مصطفى مصطفى تشارك معنا بالأجر والثواب، هناك رقم خاص بالواتساب تابعه سجل عندك، ابعث القصيدة على الواتساب. هسا احنا في خلال البرنامج نقرأ رسالتك ها، ونقرأ فرد مقطع من قصيدتك هي واصلة إلى الحسين بإذنه تبارك وتعالى. شكرا مصطفى، زاد الله في توفيقاتك وهنيالك، بالعافية عليك. الكل يطمح بأن يسجل في سجل لأهل البيت، في سجل للحسين وآل بيت الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كم لدينا من وقت زميل المخرج؟ على كل حال ختامها مسك، لولاك الفرض يحسيا ما تم، وحق جبدك المنة تلث ما تم، إلك بقلوبنا منصوب مأتم، نذكرك يا ذبيح الغاضرية ونتواصل في ذكر الحسين وفي عزائنا على سيد الشهداء في ليالينا القادمة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، في أمان الله. ابكي على جد الغريب فوق الثرى تهوى بقى غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش جد الذباح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل الناصر صيبتك تكشي بتشه وضحاك.